اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جوله شنا المعتاد عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جوله من يوم الصباح والتي عنونت في الصفحه الاولى اختفاء وثائق حسمه من ملف عماره سباته. وفي التفاصيل ربطت مصادر قريبه من التحقيقات الجاريه في حادث انهيار العماره 166 الموجوده بزاويه ادريس الحارثي بجميله 3 بمقاطعه سباته بالبيضاء بين الزياره المفاجئه التي قام بها موظفون ليلة وقوع الحادث إلى قسم التعمير والممتلكات بالمقاطعة نفسها، وبين اختفاء وثائق مهمة من الملف القانوني الخاص بالعمارة الذي ما تزال الأبحاث جارية عنها. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. ننتقل إلى يوم أخبار اليوم والتي عنونت بن كيران يسعى إلى تعزيز كتيبة الانتخابية بشخصيات مستقلة. وفي التفاصيل على بعد 6 أسابيع من اختراع أكتوبر يسعى العدالة والتنمية إلى تعزيز كتيبة الانتخابية بعناصر من خارج الحزب، وقال أنه فتح أكثر من 6 شخصيات مستقلة محسوبة على الصف الديمقراطي من أجل الترشيح على رأس دوائر انتخابية محددة. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم أخبار اليوم. هذه هي الأسعار التي ستباع بها أضاحي العيد، عنوان اخترناه لكم من يوم المساء. وفي التفاصيل على بعد أيام من حلول عيد الأضحى المبارك تسود توقعات وسط مربي الأغنام والماعز بالتهاب أسعار الأضاحي هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف جراء الجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي الأخير والذي كان له تأثير على تكاليف تربية المواشي والتي من المرشقب أن تنعكس على الأسعار. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. ونختم جولة من يوم الأحداث المغربية والتي عنونت تدخل أمني عنيف لفض اعتصام الأطر التربوية. وفي التفاصيل أصيب 20 إطارا تربويا لبرنامج 10,000 إطار الحكومي بجروح متفاوتة الخطورة جراء تدخل أمني لفض الاعتصام الاحتجاجي الذي خاضته الأطر مساء أول أمسنا الأربعاء. باقي التفاصيل تجدونها بجريدة الأحداث المغربية. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام جولتنا عبر الصحف. إلى اللقاء.